كما اليوم باش نعملو يويو لهنا عندي 4 كعبات عظم عندي كيس سكر ديما نفس الكيس باش نقيسو بيه مع كيس زيت كيس سكر عليه كيس زيت مع كيس السكر نحطو كيس زيت نستعمل 12 باكوات خميرة وباكو سكر فاني ونزيدوهم شوية خل باش نحيو بيه مطعم نحيو الريحة الخايبة متاع العظم لهنا بالنسبة للروسيت هذا متاع الطل وبيان 600 غرام انتوما والفرينة متاعكم ما يتكلفش شوية خل تاع مغرفة وتوما باش نخدموه بالباتر تحبوا بالباتور ولا تحبوا تخدموه بالفوي جوست باش نذوبوا السكر مع العظم ثم ديروا سيتي ياسر سيدين ويطيحونا الكونتيتي نتاع فطور الصباح نتاع قهوة تاع عشية نتاع يجي كبير حاجة سهلة تيب أنا ديما عندي شحور طايب نحطه في الفريجيدير كي نعمل حاجة هكا حلو بالشحور مسخن جيني أسهل توا مقعد كي باش نزيدو الفارينة بشوية بشوية وهنا ميزانة الفارينة يلزمها تكون صافية باش نبداو نحط برطل برطل فارينة من بعد نبدا نلف العجينة متاعي ونشوف إذا كان البرطل كفي هاكا سينو زيت 500 غرام فارينة وإلا زيت عاد كي نشلم البات متاعي فما فارينة تشرب فما فارينة لا لهنا ظاهر اللي احنا باش نزيدو شوية فارينة وبالنسبة للبات متاع اليويو باش يجينا تري وهشوش من نخليو البات ترية مش معبية بالفارينة معناتها عجينة يابسة خليوها طرية لهنا باش نزيدو شوية فارينة نزيدو شوية فارينة نزدنا شوية فارينة نلمو البات نتاعنا مازلت تلصق شوية نكملو نلموها بالفارينة اللي عنا هنا العجينة نتاع البات تاع اليويو ما تتعجنش راهي نلمو جوست الفارينة وكهو نلمو البات نتاعنا وكهو. باهي توا البات نتاعنا حضرت
كما تراو تريح ما هيش ما شربتهاش ياسر الفارينه تو مقعد كان باش نشكلوها تو رشيت الفارينه خذيت بول باش نحلها بالقلقال ما نحلوهاش جويده برشا باش جينا كعبه مزيانه هذاك السر في كعبه اليويو فما عباد تحلها برشا حتى لين بعد الكعبه تجي خايبه ماهيش مزيانه كيما تراو مع تزيد تحطها في الزيت تخمر ديك حاجه مزيانه باهي باش نستعمل الكاس اللي خدمت بيه بكري هو اللي باش ناخذ بيه تبعو ما تلصق لكمش تحطوا الكيس في الفرينه باش ما يشدلناش البات خاطر كيما قلت البات راهي رهيفه البات طريه ما هيش يابسه طريقة سهلة متاع يويو طبعا نلمو البات الزايدة هذا كله البات الزايدة ولهنا عندي شوفوا اي حاجه كيف ما هكا صغيره دورتها صغيره الزيت قاعد يسخن فوالا طبعا باش نكمل البات نتاعي الكل بنفس الطريقه نوريكم الكعبات بعد ما نقليهم في الزيت نسخنو بالكدا ومن بعد نقصو في الغاز باش ما يتحرقوليش الكعبات توا هذوما كعبات اليويو نتاعنا حضروا كما تراو مقعد كان باش نشحروهم نرشو عليهم شويه جلجلان وبيان شويه بيستاش ولا شويه لوز كل واحد كيف يحب هذوما هما كعبات اليويو نتاعنا حضروا كما قاعدين تراو هذه كعبة مقسومة إن شاء الله تكون عجبتكم الرسائل ما تنسيوش اللي مازال ماهوش أبوني يكليكي على الكلمة أبوني ويفعل الجرس كل ما نهبط رسائل جديدة تجيكم نوتيفيكاسيون إن شاء الله تكون عجبتكم الرسائل إن شاء الله نكون قاعدة نفيد فيكم بدي رسائل يعاونوكم ويعاونوكم في اللمجة متاع صغاركم في فطور الصباح واللي عنده أي سؤال يخلي لي كومنتير من اللوطة وأنا بقدرة ربي نجاوبكم بسلامة